ايوه يا جينا. لا هتاخر شويه، اطبخي انت بقى كل الاصناف اللي قلت لك عليها، كل الاصناف، وغدي الولاد طبعا، وبرده شطبي المطبخ بعد الغدا. برافو عليكي، برافو عليك يا جينا. ايوه جود باي. مش عارفه اعمل ايه في نفسي، لساني اتلوى من ساعه ما جبت الشغاله الاجنبيه على طول جود مورنينج جود لك جود باي، يعني بتهالي قربت انسى اللغه العربيه خالص. ربنا يكون في عونك يا سلوى. هقول لك ايه، هي مش انا بدفع لها بالدولار، لكن فعلا فعلا الغالي ثمنه فيه يا نحلة، الغالي ثمنه فيه حقيقي، شيلاني شيل، مخلياني متفرغه لشغلي وبس. انت قريتي جرايد النهارده؟ جرايد ايه؟ هو انا فاضيه للكلام ده؟ انا بشتغل شغل 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 على طول. طب في خبر مهم بس انا عايزاكي تقريه، في صفحه الحوادث. حوادث كمان؟ انت يا نحله غريبه، فعلا غريبه جدا. ماشي يا ستي، ها بيقول ايه خبر صفحه الحوادث؟ يقتل زوجته بعد ان اكتشفت خيانته لها مع الشغاله الاجنبيه. مالك سكتي ليه؟ ما تكملي. هكمل ليه بقى؟ ما هو خلاص قتلها. قتلها بعد ما خانها. اوعي تنسي خانها دي يا سلمى. مش هنسى. هما ما قالوش خانها فين وازاي؟ خانها في البيت طبعا. يعني كان بيقعد مع الشغاله بعد ما هي تنزل تروح شغلها في المجلة، قصدي بعد ما هي تنزل تروح شغلها. طبعاً ولادها في المدرسة. كان بيقعد بقى مع الشغالة الأجنبية. القمر الجميلة دي اللي طول النهار بتتكلم إنجليزي وبتقول جود باي يا بيبي. وكان كان بيخونها. آه أكيد كان بيخونها. أكيد. بس على فكرة مش كل الرجالة خاينين يعني. في رجالة كويسين قوي. وبيحبوا مراتهم. يعني مثلا محمود جوزي مثلا بيحبني جدا يعني، ومش ممكن يخوني ابدا. ليه بقى؟ لانه مشغول، يعني مش فاضي خالص للكلام الفاضي ده، مشغول في اختراعاته، في اختراع يعني واكل دماغه واخد كل وقته يعني. انا على فكره بثق فيه جدا. طبعا طبعا يا سلوى، الثقه مهمه جدا بين الزوجين. اه مهمه. بتدوري على حاجة في الجورنال يا سلوى؟ لا ابدا، بس بشوف كده، عايزة اعرف الدكتور ده اللي خان مراته مع الشغالة الأجنبية كان تخصصه في ايه بالظبط؟ ده كان دكتور أمراض جلدية. لا والغريبة بقى إن عيادته في نفس العمارة اللي كان ساكن فيها. لا والأغرب بقى إن عيادته تحت الشقة اللي هو كان ساكن فيها. ايه؟ ما بيردش عليكي؟ هو مين ده اللي ما بيردش؟ الدكتور محمود جوزك. وعرفتي منين ان انا بكلم جوزي؟ اصل هما كانوا كاتبين في الجورنال ان الراجل اللي قتل مراته بعد ما كان بيخونها ما كانش بيرد عليها، وهي كانت تفضل تكلمه من موبايلها على موبايله في الشغل وبرده مش بيرد. سلوى نسيتي موبايلك يا حبيبتي. هما ما قالوش الست اللي كان جوزها بيخونها مع الشغالة الأجنبية كانت هتنسى الموبايل بتاعها على مكتبها في المجلة؟ مورنينج هاتم. الحلم ده بقى مش هيخلص بقى ولا ايه؟ انت مش تهلم يعني، انا شايفك دلوقتي قدامي لايف، وانت دخلتي الاوضه وقاعده معايا لايف، وانا كنت نايم لايف. يس
وانا وانت بس لوحدنا في شقه لايف. هاتم انت متعود تصحى متاخر؟ لا مش متعود اصحى متاخر، بس انا نايم امبارح متاخر فصحي النهارده متاخر، وامبارح كان عندي شغل اصلا فخلصته متاخر، يعني شويه لخبطه كده. وانت ليه تشتغل؟ انا عارف ان ماما انداد في فلوس كتير. مش فكره فلوس يا حبيبتي، الفكره في ايه؟ انا اصلا يعني لما فشلت اسافر بره فقمت مسافر بره البيت بقى وخلاص. وليه مش عارف تسافر بره بلد؟ عشان ابويا وامي مش راضيين اكيد. في بلد انا اللي اشتغل ومقى فلوس مش محتاج موافقه ماما انداد. ايه ده، يعني انت لو مكاني كنت هتسافري؟ اوريدي انا اسافر وانا في السن. انت وبلدك متوحشكيش؟ هاتم دنيا قلم انا ان بلد فيها شغل ده بلدي مش فيها ماما انداد. يا جينا انت فين يا جينا؟ نهار اسود ابويا. هاتم احنا مش نعمل حاجه غلط. ستي ده لو دخل لقانا احنا الاتنين قاعدين مع بعض والاوضه المقفوله علينا ده اكبر غلط بالنسبه له اصلا. انت هنا يا جينا؟ في حاجه دكتور؟ لا مفيش، انا اصلي كنت رايح كليه، يعني انت عارفه انا بدرس يعني في الجامعه، فما لقيتش ولا قميص مكوي مثلا. انا اكوي لك شميز. شكرا، متشكر قوي. لا ما هو هبقى البسه بعدين، يعني مش دلوقتي، اما تكوي يعني. تبقى اكوي لك حاجه تاني؟ لا شكرا، يعني هو على قد قميص ده كويس قوي، شاكر جدا. اوكي. رايح فين دكتور؟ ده باب دولاب مش باب اوضه. لا يا سبحان الله، نفس شكل باب الاوضه، بس يعني احنا اصلا غيرنا العفش في الاوضه فتلاقي الواحد يتلخبط يعني. اوكي. اوكي. اويس تكوي بقى. اوكي اوكي. يس. عايزه حاجه؟ ثانك يو. ويلكم. بص يا اخوانا، دكتور محمود جيري من العياد هرب الصراحة، أنا مش هكذب، وقال فلوسكم في الحفظ والسون، إن شاء الله تيجوا المرة الجاية وتتبسطوا معانا. إحنا بقالنا ساعتين قاعدين هنا. ساعتين جاي كل الكلام ده. بقالنا ساعتين قاعدين هنا. لا ده أنا من التعاون، ده أنا مد التزايا أبويا، ما تخلينيش أتجنن عليه. أتجنن ولا تهرب؟ إحنا قاعدين من الصبح هنا يا عم، بقالنا ساعتين قاعدين. صابرين طول عمرك صابر، عيان جاي ساعتين، يلا يا جدعان اتكلوا على الله. إحنا قاعدين من بدري هنا. معلش اتكلوا على الله. معلش أنا مش، يلا بس يا عم إنما ما تخلينيش أتجنن عليه. أنت مجنون خير لسه هتتجنن. الله يكرمك يا حاج، مش هرد عليك، خلي بس الفراعنة. ماشي اتكلوا على الله، انا ما بحبش اتكلم مع الفراعنه، انا بسيب الفراعنه كده وهم ربنا ينتهي منهم لوحدهم. في ايه في ايه؟ الناس خارجه مالها عماله تزعق كده ليه؟ ما هو جوزك ده غريب بصراحه، الناس متذمرين عشان هو ساب العاده وجري فجاه، يعني ايه يعني؟ ايه ده؟ ليه؟ اصله جاله تليفون مفاجئ فقام فجاه من على المكتب نط هط كده، عمل حركه بكتفه زي ابو تريكه هايله ما شاء الله، وبعدين مشي من العاده وقال لي انت يلا عيش انت اللحظه بقى. عمل حركه بكتفه زي ابو تريكه؟ كان بيكلم مين في التليفون؟ بصي وانا ما بستنطش يعني استغفر الله العظيم، بس وانا بستنط تقريبا حسيت انه بيتكلم انجليزي شويه. وش عرفك انه بيتكلم انجليزي؟ لا يعني حضرتك اللي واقف قدامك ده حصل على اولى ابتدائي. يعني كده تبقى بتعرف فعلا انه بيتكلم انجليزي. كان بيقول ايه؟ مش كان بيقول ايه بالظبط يعني؟ وهو بيتكلم كان مرقق صوته كده وبيتكلم بحنيه، ولا كان بيتكلم بغباوه ومتخن في صوته كانه بيكلمني؟ يعني كان بيتكلم ست ولا راجل؟ ايوه انا سالت سؤال، انت بتعمل كده ليه؟ سالت سؤال بيكلم ست ولا راجل؟ بصي حضرتك لو تفهمي في الانجليزي كويس هتعرفي ان ست وراجل في الانجليزي في الجرامر يعني بمعنى واحد، يعني يس. يعني طول المكالمه كان بيقول لها يس. طيب يعني فط من على المكتب زي ابو تريكه مع انه زملكاوي، وكان مبتسم وسعيد مع انه منكد علينا عشتنا، وكان بيتكلم بالانجليزي مع انه غالبا بيتكلم فرنساوي. نزل امتى؟ لا بس هو ما نزلش، هو طلع عند حضرتك في شقتك اللي فوق، شقتك الطاهره الشريفه العفيفه الشقه. بس خلاص 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 وترتني. انت متاكد ان هو كان سعيد؟ ده كانت السعاده بتشع من عينيه، طلع الشقه الشريفه. خلاص 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 شقتك الطاهره. خلاص انا هعرف ازاي بقى انكد عليه. ايه هتطلقه هتطلقه. دكتور محمود يور شيميز. ياه متشكر قوي. ايه ده؟ دي مكوتي حلوه قوي. ثانك يو. شكرا. يا بس يا ريت يعني ما تدخليش عليا بعد كده يعني وانا بلبس الهدوم. سوري يا دكتور،
أنا كنت أكل الشميز عشان أنت تنزل بيه. يا بخت جوزك بيكي كمان هتلبسيني. لا دكتور أنا مش متجوز. إذا مش متجوزة يا بخت اللي هيتجوزك عرفي على مراته. ثانك يو دكتور. إيه ده؟ أنت إزاي تدخلي علينا كده يعني؟ ما كنتش عايزني أجي دلوقتي ولا إيه يا دكتور؟ إكسكيوز مي دكتور. اتفضلي متشكر قوي يا زينة. الهانم دي كانت في أوضتي بتعمل إيه؟ لا معلش. اسمها أوضتنا إحنا الاتنين. ماشي، أوضتنا إحنا الاتنين، مش أوضتنا إحنا التلاتة. إيه يا سلوى في إيه؟ يعني البنت كتر خيرها كوت القميص وجابتهولي. كوتهولك ولا كانت بتلبسهولك؟ هي صراحة لقيت إن أنا مستعجل وعايز ألحق الكلية فساعدتني وأنا بلبس. يعني هي زرار وأنا زرار، هي زرار وأنا زرار. ده أنا اللي بقالي 20 سنة مراتك، عمري ما لبستك قميص. ولا لبستيني أي حاجة يا ماما، أنا اللي لبست. أعترف عشان أنا لوحدي فهمت كل حاجة. أنت وجينا تعرفوا بعض من زمان، من 20 سنة. وفي يوم من ذات الأيام وأنت ماشي عند محطة القطر وهي كمان كانت ماشية، هوب وقفته بصت لها وهي كمان بصت لك، نزلت مزيكة فيلم تايتانيك، عينيك بقت مليانة دموع وعينيها هي كمان. قلت لها ياه ما تيجي بقى نرجع الود القديم، اخترعت حكاية مكتب التخديم دي علشان تيجي البيت تلعب بدلها معاك وانا مش موجودة. ايه الافلام الفاشلة اللي انت بتتكلمي فيها دي؟ ده بصي دي ما تتعرضش حتى على قناة التوك توك. بس معروضة هنا في صفحة الحوادث. فضل. يقتل زوجته بعد أن اكتشفت خيانته لها مع الشغالة الأجنبية. كان أيوة يعني ده معناه إيه؟ معناه أن كل دكاترة الجلدية يعني خونة ولا إيه؟ خونة وبيقتلوا مراتهم كمان. طب مش كاتبين في الجورنال يعني هو قبضوا عليه إزاي مثلا ولا إيه؟ عبيط أنا، عبيطة عشان أحكي لك تقوم أنت تهرب من العدالة والقانون. يا ماما أنا ممكن أقرأ عادي جدا الخبر في الجورنال، مسألة بسيطة جدا يعني. أنا فعلا يا سلوى أنا عايز أهرب، بس أهرب عشان ألحق الكلية. استنى عندك هنا، رايح فين؟ جاوبني الأول. مين ده اللي كنت عمال تكلمه في التليفون باللغة الإنجليزية وتقول له يس 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 إيه؟ أبوها؟ تي عرفت موضوع يس ده منين؟ مصادر موثوق فيها. موثوق فيها إيه؟ موثوق فيها هو الواد مصلحي. ماشي يا مصلحي، إن ما فرجتك ماشي. مالكش دعوه بمصلحي وركز معايا وجاوب عليا. ده يا ستي عميد الكليه، بنتكلم في ابحاث علميه طبيه، وضع طبيعي ان هو يقول مصطلح طبي وانا اقول له يس، يقول مصطلح تاني اقول له يس، انا اقول مصطلح هو يقول نو، اقول مصطلح تاني يقول لي نو، يعني بنتكلم لغات، وضع طبيعي يعني. المهم التحقيق خلص ولا لسه في جزء تاني من التحقيق؟ الجزء الاول خلاص، نستنى بقى على الجزء التاني. طب يا ريت تأجلي الجزء الثاني من التحقيق لما ارجع من الكليه لان بجد اتاخرت جدا. هترجع مش هتلاقيني على فكره. يعني ايه مش هلاقيني؟ انت بتعملي ايه؟ لا لا سلوى في ايه؟ بتلمي هدومك ليه؟ سلوى مش هينفع كده. سلوى ودي شنطتي على فكره كمان مش شنطتك. شنطتي انا يا حبيبي. ماشي طب سلوى لعلمك بقى انت لو مشيتي ها أما ترجعي هتلاقيني أنا وجينا بس لوحدينا. نحلة عرفت تسخنك على جوزك. يا ماما تسخني إيه بس؟ أنا شايفاها بنفسي بتلبسه القميص. يا بنتي إيه يعني؟ دي شغالة أجنبية ما تعرفش عاداتنا وتقاليدنا وإيه اللي صح وإيه اللي ما يصحش، ويمكن كانت متعودة على كده عند الناس اللي كانت شغالة عندهم قبل كده. الله أعلم كانت متعودة على إيه تاني، وخصوصا إن أنا طول النهار في المجلة والبيت في العيادة وهي في الشقة. طيب معرفتيش تقعدي معاها وتفهميها عاداتنا وتقاليدنا؟ الحقيقة حاولت يا ماما بس يعني بس إيه؟ بس خفتي لا تزعل وتمشي وأنتي ما صدقتي لقيتي شغالة شاطرة ونظيفة وتشيل عنك شغل البيت. يا ماما الموضوع مش كده بالظبط يعني. لا هو كده بالظبط، وما دام رضيتي بالوضع ده من الاول يبقى لازم تدفعي الضريبه، وربنا يستر ما تدفعيش اكتر. تفتكري يا ماما هي كمان دفعت الضريبه؟ هي مين دي؟ الست اللي جوزها خانها وبعدين قتلها دي. اكيد نهله زهني جايه تشوفني اتقتلت ولا لسه.
اهلا يا استاذ ممتاز. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. خطوه عزيزه اتفضل. اهلا بيك. انا سالت عليكي فوق بس الشغاله الاجنبيه قالت لي ان انت طفشانه من البيت خالص. شفتي؟ اشربي بقى. طب هسيبكم تتكلموا في الشغل براحتك. اتفضلي يا فندم. اتفضل يا استاذ اتفضل. ايه ايه يا سلوى، انت ناويه تشربي لوحدك ولا ايه؟ إلهي تشرب من اللي انا شاربه منه. قادر يا كريم؟ انا ما عنديش مانع تطلب لنا 2 قهوه ساده على روح الحلقه اللي انت عملتيها. واضح ان حضرتك جاي تطلع زرابيني اكتر ما هي طالعه. لا ده انا جاي اقول لك ان صاحب المحطه شاف بنفسه الحلقه. ده اللي انا كنت خايفه منه. طب ايه، مش عايزه تعرفي رايه ايه؟ اكيد يعني عنده شويه ملاحظ. اه فعلا هي شويه ملحوظات بسيطه بالنسبه لل 32 عفوا اللي انت قلتيهم من اول الحلقه لاخرها، مقاطعتك للضيوف بشكل دائم، عدم استجابتك مع المكالمات الخارجيه، الموضوع بتاع الحلقه كان في الجلاش. هتحوله اوراقي امتى المفتي وخلصني؟ للاسف اكرم بيه صاحب المحطه بيقول ان انت ممكن تصلحي اخطائك الحلقه الجايه. ايه ده؟ الحلقه الجايه يعني معناها ان انا هستمر معاكم وهعمل حلقات تانية كتير. للاسف. ما هو ده اللي هيجنني. انا مش فاهم ازاي هو شايف ان انت تنفعي مذيعه اصلا، وقال لك ان الحلقه الجايه هتبقى مسجله مش هوا عشان تعرفي تتدربي كويس. تصدق والله العظيم الراجل ده بيفهم. اللي انا مستغربه له ازاي يكون بيفهم ومخليك تشتغل معاه. يلا اجهز يا حسين. يلا يا جماعه ستاند باي بنسجل. 5 4 3 2 1 هوا. سيداتي أنساتي ساداتي، أهلا وسهلا بيكم في أنا وبابا وماما. بنناقش في الحلقة بتاعت النهاردة قضية مهمة جدا تهم كل بيت مصري. الحقيقة كل بيت مصري فيه أكيد طالب أو اتنين في مراحل التعليم المختلفة. سؤالنا النهاردة، هل توافق على أن تكون مادة الرسم داخل المجموعة الكلي للدرجات أم ترفض؟ إحنا عملنا استفتاء وكانت نتيجة الاستفتاء إن 97% من السادة المشاهدين كانوا موافقين أن ترفع مادة الرسم من المجموعة الكلي للدرجات. أما نسبة 3% الحقيقة كانوا موافقين. وطبعاً كلنا عارفين طالما وافقوا يبقى أكيد بيعرفوا يرسموا كويس قوي. هنناقش الموضوع ده مع حضراتكم، وعشان كده بنستضيف النهاردة الأستاذ الدكتور تامر عبده، وكيل أول وزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. عايزين نعرف رأي حضرتك إيه في نسبة الاستفتاء؟ في الحقيقة أنا بصفة المواطن بضم صوت الأصوات 97% لإلغاء مادة الرسم من مجموعة الدرجات. طيب وبصفة حضرتك الوظيفية، بصفتك وكيل وزارة التربية والتعليم، برضو هفضل تبع 97%. الرسم ده موهبة، ما يصحش نعامله على إنه مادة عادية يمكن تحصيلها ومذاكرتها والامتحان فيها، وخصوصا ان تلاميذ كتير غير موهوبين في الرسم وموهوبين في مجالات اخرى لا تضاف لمجموع الدرجات. يعني احب اعرف حضرتك عملت ايه عشان تحل المشكله دي. جمعت مذكره بخصوص هذا الموضوع موقع عليها اكتر من 250,000 تلميذ على مستوى كل محافظات الجمهوريه، وقدمتها للسيد الوزير علشان يعرضها بدوره على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. بس حضرتك مش شايف ان دي خطوه جت متاخره شويه؟ بالعكس، انا قمت بالخطوه دي بمجرد عملي في وزاره التربيه والتعليم من 35 سنه. من 35 سنه والمذكره عند الساده المسؤولين الله يرحمهم بقى. نظف كويس ربي، مش عايز حد يقول ان انا بعمل وهي التلسقة. بقولك ايه يا جينا، هو يعني ايه دي بسيطة خالص بس كده؟ يس خد ربي، ده كتاب فيه معلومات انت كل عايز تعرفها. يا نهار ابيض، ده لو اتقفشت بيها تبقى مصيبة. مش تخاف، ده كتاب ثقافي. ماما وبابا مالهمش في الثقافة. طب انت مش تعرف تخبيه؟ خبيه مع الشوكولاتة اللي بشتريها من وراه. ربي الكتاب ده ثمنه 5 دولار. يبقى كده مش هعرف اشتري الشوكولاتة. ايه ده؟ دي مسز سلوى في التلفزيون؟ ايه ده؟
يعني هما كانوا بيضحكوا عليها لما كانوا بيقولوا لها تسجيل مش على الهوا؟ إن شاء الله في خلال سنتين هتنعقد لجنة رسمية وهنبحث إذا كان ممكن نرفع درجات مادة الرسم من المجموع. إن شاء الله. يعني إذا كانت اللجنة بتعرف ترسم هيخلوا مادة الرسم جوه المجموعة، إذا كانت اللجنة ما بتعرفش ترسم هيشيلوها من المجموعة. أنا بشكر حضرتك جدا على المعلومات المخيبة للآمال اللي حضرتك أتحفتنا بيها. سيداتي يعني ساتي دلوقتي هنشوف معانا تليفون نقول ألو. ألو؟ أيوة يا ماما. ماما؟ ماما مين؟ أيوة أنا ربيع ابنك. عفوا سيداتي، عفوا لسيداتكم يعني عفوا. ليه بس كده يا ماما؟ دول كانوا تلاتة عفوا من أول البرنامج، تقوم مخليهم ستة على آخر لحظة. نأسف سيداتي، يعني سيداتي لانقطاع الاتصال التليفوني. الخط ما انقطعش ولا حاجة، أنا لسه معاكي يا ماما، ما أنتي واخدة فكرة الحلقة مني. عارف لو ما سكتش بقى أنا هجيلك دلوقتي. عفوا سيداتي أنساتي سادتي، إن شاء الله نلتقي في 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 في, في, في نلتقي في حلقة أخرى، وأحب أقول لكم كمان إن نتيجة الاستفتاء اتغيرت خالص 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 خلال الحلقة.